الأخبار من الراية. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. يفترض إن كان في هناك نوع من حسن النية أن يتم الارتكاز على كتاب الحكومة وعلى قرار مجلس الوزراء ويتم رفع الإيقاف مؤقتا. من طريقة الرياضة لجنة برلمانية ورسائل الغانم للمنظمات الدولية. ليس لدينا ما نخفيه، دولة الكويت هي دولة قانون، دولة مؤسسات. الحكومة تبرئ ساحتها من القضية وتؤكد الإيفاء بتعهداتها الرياضية. احنا ما جينا هني إلا نسهل أموركم، لم نلمس أي إصلاح وأي تعديل. من الإرادة تفاعل مع مطالب المعاقين ودعوات لمحاسبة المفسدين. رعاية سامية لحفل تكريم نخبة من المبدعين توجت بحضور الأمير. الطريق غير مؤهل للسرعة اللي موجودة على الطريق للناس المستخدمين. أكثر شيء اللي عند الجسر صباح الناصر. حفر خطرة هذه بعد، بس هذه إصلاحها بسيطة، تصلح بسيط. طريق كبد، شكاوى التهالك عبر الراي والحفر ترفع معدل الحوادث. دعوات لتوحيد الجهود الإغاثية، وحلب تغرق في الكارثة الإنسانية. رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة موضوع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت بعد الموافقة على طلب نيابي بتشكيل لجنة الشباب والرياضة، وذلك بتاريخ 27 من الجاري، على أن ترفع تقريرها للمجلس خلال شهرين. وفي تصريح له عقب الجلسة قال الغانم إنه يفترض بالمنظمات الدولية رفع الإيقاف لحين انتهاء مجلس الأمة من إعداد تشريع متكامل للشأن الرياضي، متمنيا أن يؤدي هذا الجهد الجماعي إلى حل المشكلة. انتهت الجلسة الخاصة بالموافقة بأغلبية ساحقة على اقتراح بأن تنشأ لجنة تعنى بالشباب والرياضة في الجلسة القادمة، على أن تعطى هذه اللجنة فرصة لمدة أسبوعين، وذلك لبحث كل الاقتراحات والمشاريع بقوانين، والاجتماع مع كافة الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، ورفع تقريرها إلى المجلس في خلال المدة المذكورة عليه، حتى يكون هناك حل جذري لمشكلة الرياضة. ويفترض إذا كان لدى الهيئات الدولية ذرة من حسن النية بأن ترفع الإيقاف مؤقتا بعد ما تم تزويدها من خلال سفاراتنا في مختلف الدول برسالة أو كتاب الحكومة المتضمن قرار مجلس الوزراء بالتعهد على تعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية، وما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة، وذلك خلال 6 أشهر، والمجلس قلص المدة إلى 2 شهر لدى اللجنة المعنية. فيفترض أن يكون هناك رفع على الأقل مؤقت للإيقاف، خاصة الكل شهد، ويمكن ذكر في الجلسة اليوم، أن العديد من الدول قامت بأمور لم تقم بها دولة الكويت، وقامت بتدخل واضح بينما لم يكن هذا التدخل موجود في دولة الكويت، ومع ذلك لم يتم توقيع أي اتفاق أي عقوبات عليها أو أي إيقافات. نتمنى هذا الجهد الجماعي من قبل أعضاء مجلس الأمة والحكومة أن يتوج بحل جذري ونهائي لمشكلة الرياضة. حاولت في هذه الجلسة أن ألتزم بحياد الرئاسة، وتكلم كل الأخوة النواب، ويمكن ذكر اسمي أكثر من مرة، وكما قلت في الجلسة لم أشأ أن أرد على بعض ما قيل التزاما بحياد الرياضة، لأنني كرئيس لمجلس الأمة وكنائب وكمواطن وك رياضية يدي ممدودة لجميع الأطراف ولإخوان النواب فيما يرونه مناسبا لحل هذه المشكلة، ونتمنى التوفيق للجميع، للوزير والنواب،
لإنهاء هذه المعاناة التي دامت لسنوات طويلة. الآن يفترض هذا الأمر مو بيدنا ولا بيد الجهات المحلية الكويتية، هذا بيد الجهات الدولية. يفترض إن كان في هناك نوع من حسن النية أن يتم الارتكاز على كتاب الحكومة وعلى قرار مجلس الوزراء ويتم رفع الإيقاف مؤقتا حتى يتسنى للمجلس، خاصة أنه عائد بعد انتخابات جديدة، حكومة جديدة، مجلس جديد، دراسة كل المقترحات ورفع تقرير اللجنة إلى المجلس خلال شهرين من الجلسة القادمة. الإيقاف مو إحنا اللي مسؤولين عن الإيقاف، الإيقاف وراء جهات يعرفها كل أبناء الشعب الكويتي. إحنا نؤدي ما علينا حتى نسد أي ثغرة أو أي عذر يستعمل لاستمرار الإيقاف. إذا بتكلم بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية، أنا وجهة نظر الشخصية من السابق وأبديتها في عدة مواضع، الإيقاف ليس له أساس، هذه وجهة نظري الشخصية، لكني لا أريد أن أفرض وجهة نظري على أي جهة أخرى. لذلك لا يمكن أن أتوقع أو أتنبأ بما تقوم به الهيئات الدولية، خاصة الجميع يعرف ما هو مصدر ومكان إصدار هذه العقوبات على دولة الكويت. من جهته أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن الحكومة التزمت بتطبيق جميع تعهداتها للمنظمات الرياضية الدولية واضعة في الاعتبار مصلحة الشباب الكويتي بالدرجة الأولى. بدوره قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب أن الحكومة حضرت الجلسة الخاصة اليوم نزولا عند رغبتها بمد يد التعاون للمجلس. الحكومة حضرت بقضها وغضيضها، ومن اعتذر كان بسبب ارتباطه مع سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء. وأنا كنت أول الحاضرين بصفتي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الأمة، حضرت في الساعة 7:30 حتى ننهي الإشاعات، ولأننا أثرنا الصمت طول هذه الفترة حملونا وزر النوايا، ونحن ليسنا لدينا ما نخفيه، نحن قادمون لمواجهة أنفسنا ابتداء، إذا كان لدينا خلل فسنعالجه، ليس لدينا ما نخفيه. دولة الكويت هي دولة قانون، دولة مؤسسات، يعني بنهاية المطاف نحن أولى بأن يرفع علم دولة الكويت كحكومة، لأنها بالأخير رمزية العلم بالنسبة لنا. الأمور الإعلام تحديداً عندما ترفع في الهيئات الدولية لها رمزية، وهو بدون أدنى شك علو شأن هذه الدولة. سمو الأمير حفظ الله ورعاه هو أول من رفع علم دولة الكويت في الأمم المتحدة، ولا يعتقد عاقل بأننا لسنا آبهين في عدم رفع علم دولة الكويت. وعقب الجلسة كان لبعض النواب مواقف حول مجرياتها، فيما شكر النائب وليد الطبطبائي رئيس المجلس على حسن إدارته لجلسة اليوم. احنا خذينا هذا الكلام على محمل الجد وكملنا ودعينا إلى أن تعقد لجنة، تنشأ لجنة شباب ورياضة، لجنة معنية تناقش الاقتراحات المقدمة لها على روية وعلى يعني نطبخ المشروع على نار هادية، ما له داعي للاستعجال. إذا ما مارس دور الوزير وظل جامد فهو معناها أنه عاجز عن تلبية طموحات الشباب الكويتي، وأنا من هنا أطالب بالاستقالة، أو يعني يتحمل مسؤولية سياسية إذا لم يقم بهذا الدور. وبالمناسبة هذه أود أن أشيد بأداء رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم في إدارة الجلسة، رغم حساسية الموضوع إلا أن أداره بكفاءة وبقدرة وبحيادية يشكر عليها، وأريد أن أثني عليه وأثني على إدارته الحكيمة لهذه الجلسة. المحكمة الدستورية قررت تأجيل الطعن بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية إلى جلسة 8 فبراير المقبل لإعلان مجلس الأمة. ومن المتوقع تجهيز مذكرة دفاع بالتعاون ما بين هيئة الفتوى والتشريع ومجلس الأمة للرد على هذا الطعن. كما رفضت المحكمة الدستورية 3 طعون خاصة بقوانين العمالة المنزلية والفتوى والتشريع ولجنة دعاوى النسب.
خلال مشاركتهم باعتصام ساحة الإرادة، أكد عدد من النواب دعمهم لمطالب المعاقين، مشددين على أنهم يشعرون بمعاناة أبناء هذه الفئة. وقد تبنى عدد من النواب مطالب المعاقين متعهدين بنقلها إلى البرلمان، فيما دعا آخرون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إلى محاسبة المسؤول عن تجاوزات هيئة الإعاقة، مطالبين في الوقت نفسه بأن تتبع الهيئة العامة رئاسة مجلس الوزراء مباشرة بدلا من الشؤون. احنا ما جينا هني إلا نسهل أموركم، ما جينا نعطل الأمور كلها. واللي سمعته من القضايا والقصص مالت المعاقين حدث ولا حرج، كل شخص عنده قصة وكل شخص يشتكي من معاناته من التعامل مع هيئة المعاقين. ما أدري هذه هيئة معاقين هي حق تسهيل إجراءات المواطنين أو حق تعطيل إجراءات المواطنين، وحق كأنها عدو تتعامل مع الناس. هذا اللي حسيته من معاناة الناس اللي موجودين، ما هي جاية كأنها تعطي المزايا اللي وجدها القانون، كأنها تعطيها من جيبها الخاص، ما تعطيها من حق الدولة، من مال الدولة وحق المواطنين اللي قرأ القانون. سنويا من 2010 وإحنا نوصل ملاحظاتنا إلى المدراء المتعاقبون، وآخر يعني ملاحظات وصلناها في عند القيادة الجديدة، ولكن لم نلمس أي إصلاح وأي تعديل وأي تجاوب مع مطالبنا. برعاية وحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2016، وذلك في قصر بيان. وبهذه المناسبة أكد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عدنان أحمد شهاب الدين أهمية الرعاية السامية والحضور الكريم من أمير البلاد لتكريم نخبة من العلماء والباحثين الكويتيين والعرب، في دلالة واضحة على إيمان بأهمية العلم ودوره الحيوي في إرساء نهضة حضارية ذات اقتصاد مستدام. أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد استلم رسالة خطية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعا فيها سموه للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمزمع عقده في المملكة الأردنية الهاشمية في شهر مايو المقبل. الطريق المؤدية إلى كبد والحفر المنتشرة فيها تكون في كثير من الأحيان سبباً للحوادث المرورية، وهو ما دعا بعض المواطنين إلى التعبير عن شكواهم عبر الراي. محمد الحياري تابع بعض الشكاوى في التقرير التالي. بالرغم من شواهد الحوادث المرورية التي تسجل على طريق كبد، إلا أنه ما زال يعاني جراء كثرة الحفر التي تترامى في وسطه، ما استدعى المغردين لنقل معاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تكررت الأعطال في سياراتهم أكثر من مرة، مستذكرين ما كان يطلق على هذا الطريق سابقا من تسميته بطريق الموت، ومطالبين بحل سريع لمشاكل الحفر التي كثرت، سيما عند تقاطع الدائري السادس مع طريق كبد المحاذي لمنطقة صباح الناصر. الطريق هذا يعني أكثر مشاكل الحوادث والسرعة الزايدة عليه، والطريق غير مؤهل للسرعة اللي موجودة على الطريق للناس المستخدمينه. وبعدين الطريق بالفترة الحالية تحديدا أيام البر عليه ضغط جدا وحوادث كثير قاعد تصير عليه، والسبب الحفر والشركات الخرسانة هذه اللي ما لها مداخل رئيسية عليه. يعني شوي خففوا علينا من الحوادث والزحمة اللي صارت عليه الكم دوار الحين الموجودين، بس لازم تكون عليه يعني على الأقل يكون مؤهل أكثر من الطريق اللي موجود حاليا. أنا تقريبا أستخدم طريق شبد بس بالوقت المخيمات، بس المشكلة أكثر شيء اللي عند الجسر صباح الناصر اللي صار له تقريبا 3 سنين 4 سنين ونفس ما هو، وكل ما يجي يمكن حتى 500 متر، والازدحام يوم الجمعة والخميس يوصل لآخر الدائر السادس من عند جليب الشيوخ. أزمة أزمة لا تتوقعها. آخر الحوادث المرورية الخطرة التي وقعت على الطريق كانت بالأمس القريب لانشطار رأس شاحنة عن جسدها بسبب الحفر، وبالرغم من كثرة الحفر إلا أن البعض رأى في الطريق تحسنا عما كان عليه سابقا، مشيدين بعمل وزارة الأشغال في الفترة الماضية. قبل كان يسمونه شارع الموت، لكن الآن الحمد لله الآن الطريق صار أحسن وأفضل من أول. أول كان سايد واحد، الآن الحمد لله أحسن وأحسن من أول أحسن. في حفر، ما أقول ما في حفر، في أصلا حفر خطرة هذه بعد،
بس هذه اصلاحها بسيطه، تصلح بسيطه صنع عادي. والى ان يتم اصلاح الطريق يعاني مستخدميه من جمله من المشاكل التي قد تشكل خطرا كبيرا على حياتهم. محمد الحياري، الراي. بإشراف مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري ونائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء أسعد الرويح، قامت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري بإتلاف كمية من الخمور المضبوطة بقضايا صدر بشأنها أحكام نهائية. وأوضح الدوسري إتلاف أكثر من 23 ألف زجاجة خمر على مدى يومين، مشيرا إلى أنه تم تشغيل فريق عمل مكون من 15 عضوا قاموا بجهود على مدى أكثر من شهرين لجرد وحصر تلك الكمية الكبيرة من الخمور. أوصى الاجتماع الطارئ لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة توحيد المواقف الخليجية تجاه الأزمة الإنسانية في مدينة حلب السورية وتنسيق المساعدات الإغاثية لضمان عدم الازدواجية. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الساير الحرص على إغاثة السوريين في مدينة حلب بأسرع وقت ممكن من خلال جهود مشتركة بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجية. ننوه مشاهدينا إلى أن تلفزيون الراي سيعرض غدا بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حلقة خاصة لجمع التبرعات لإغاثة أهل حلب، وذلك من 6:00 حتى 9:00 مساء. وإلى مدينة حلب السورية، حيث ينتظر الآلاف الخروج ضمن الدفعة الأخيرة في مسلسل التهجير القسري والإجلاء من شرقي المدينة، وسط حديث المعارضة عن عراقيل من قبل الميليشيات الإيرانية ومخاوف تركيا من انهيار وقف إطلاق النار. وقال الناطق باسم تجمع الثورة ياسين أبو رائد إن حوالي 20 حافلة فيها أكثر من 500 مدني عالقة في عقدة الراموسة منذ فجر اليوم، يقابلها 8 حافلات في المنطقة بعد أن خرجت من بلدتي الفوعة وكفرية. وأشار أبو رائد إلى أن الآلاف ما زالوا عالقين شرق حلب وسط ظروف إنسانية صعبة وخاصة الجرحى. خام الكويت يراوح فوق 50. تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. بورصة الكويت أنهت تداولات نشاطها اليومي على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع 4.7 نقطة للمؤشر السعري و8.2 نقطة للوزني ونقطة لمؤشر كويت 15. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 13,400,000 دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 160 مليون سهم. سعر برميل النفط الكويتي انخفض 40 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 50 دولارا و31 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية، لكنها تراجعت عن بعض مكاسبها بعد أن أعلنت ليبيا إعادة فتح خطي أنابيب بعد أن بقي مغلقين لعامين. رباعية قدساوية في مرمى السلماوية، التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل.
مجددا أهلا بكم. تأهل فريق القادسية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ولي العهد بفوزه الكبير على فريق السالمية بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جرى بينهما على الأستاد جابر الدولي في الدور نصف النهائي من المسابقة. افتتح أهداف الأصفر اللاعب أحمد الرياحي بعد مجهود فردي لينتهي الشوط الأول بالهدف الوحيد، وفي بداية الحصة الثانية باغت الأصفر خصمه السالمية بالهدف الثاني عن طريق المدافع المتقدم ضاري سعيد بضربة رأسية، فيما وسع الفارق اللاعب فيصل عجب بتسجيله الهدف الثالث، بينما اختتم مهرجان الأهداف اللاعب بدر المطوع مستغلا كرة مرتدة من حارس مرمى فريق السالمية خالد الرشيدي. نشكر الجماهير، نشكر اللاعبين، الجهاز الإداري والفني على يعني تهيئة الفريق لهذه المباراة. تعرف قبل نهائي في أي لحظة ممكن يقولون عليك وتطلع من البطولة، دامك أنت متصدر المجموعة ولا هزيمة الحمد لله. اليوم كملناها الصعود للمباراة النهائية. طبعا المباراة بدايتها يعني كانت للغادسية ربع ساعة استطعنا أن نسجل جول، عقبها يمكن السالمية سيطر على وسط الملعب، لكن الأحداث اللي صارت شوية الشد بين السالمية وبين الغادسية اللاعبين شوية يعني المباراة طلعت عن جوها، لكن الحمد لله. المكافآت لهم إن شاء الله السيد حمد عبد الجليل الحين راح يكافئ اللاعبين على طول الحين، بس ينطرونه ينزل. الحمد لله على كل حال الفريق قدم مباراة جدا طيبة ونتيجة كبيرة. طبعا نقول هارد لك لإخواني لاعبين نادي السالمية، يعوضونا إن شاء الله في البطولات الجاية، ومبروك لنادي القادسية وصوله للنهائي، إن شاء الله نتمنى تحقيق البطولة يا رب. يعني الواحد يقول الحمد لله على كل حال، وأشكر إخواني اللاعبين على هذا الأداء الرجولي حتى آخر يعني لحظة، ونفس ما قلت يعني هم القادسية السالمية أدى اللي عليه، لكن ما حلف الحظ واستغلنا الفرص، وإن شاء الله نقدم أداء أفضل في المباراة القادمة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.